عليك مهند، الحمامة اللي رقمها 339 اللي تشوفها أنت حضرتك والأخوة المشاهدين، الحمامة الألوانية الدي في اللي هي موديل 2013. طبعا أوليفر أوشنبيرغ صديقي من سنة 2013-2014 تعاملت وياه نهاية 2014 واشتريت من عنده حمامة بداية 2015، لكن الحمامة اللي أخذتها من أوليفر أخذتها مميزة جدا. يعني الحمامة هذه أمها حاصل على المركز الأول فرق عن الثاني 7 دقائق. استطاعت أم الحمامة اللي رقمها 339 أن تكون هي أسرع حمامة في الاتحاد الألماني، أسرع طيرة في ألمانيا. قدرت أن أزوج هاي الحمامة اللي رقمها 339 على مجموعة من الذكور، دزيتهم لكل المحافظات العراقية والأندية العراقية، والحمد لله والشكر بينت نتائج مميزة. أنا بيا طبيعة كل واحد يحصل على نتيجة أنا أفتخر بي وأتنومس بي، وأعتبر هذا إنجاز من الهاوي، لأنه الحمام أنا غير متفضل لأن أنا بايع، لكن بايع بضمير، بايع بأمانة. فاللي حصل هاي النتائج بالتأكيد أفخر بي ويرفع راسي وأقول له ألف مبروك. سنة 2016 شهر الثامن من دخلنا الرابطات مال 2017 تم إنتاج 2 أبناء ذكور من الحمامة اللي رقمها 339 على الفحل اللي هو رقمه 676، ابن أشهر حمامتين اليوروستار على السيسر إيداني. هاي الذكور 025 024 أنتجوا خيرة الأبطال، من ضمنهم 025 زوجته على حمامة دينيس فابر اللي رقمها 1072، أنتجوا حمامة عندي حصلت على الأول أيس بجن ما بعد 300 كيلو، تعتبر المسافات الوسط في نادي بغداد المركزي. طبعا 025 زوجته على حمامة أعتقد 079 أو 075 2018. هاي الحمامة هي بنت 750 على 944، هي أم وجدة للأبطال. فزوجت 025 عليها، أنتجوا حمامتين يعني أفراخ اثنين. أنا كان عندي شغل ما لحقت أرقمهن، دزيتهن العمر العضيب، عمر العضيب أبو محمد كل التحية والتقدير إله من الموصل من الحي العربي. عمر العضيب قدر أن يطلع من هاي الأفراخ فحل أو طيرة بطل مميز بمعنى الكلمة. قدر أنه الأفراخ اللي دزيتهن بدون أرقام أبناء 025 أبناء الطيرة الألمانية اللي رقمها 339، قدر أن يزوج واحد من عندهم على حمامة مميزة عنده، وشارك بها على عدد حمامة 3150 طير. كمتسابقين العدد المشارك كان 310 متسابق، ويحق لكل متسابق أن يشارك فقط بعشر حمامات، يعني مو أكثر من 10. فقدر هذا البطل أن يحرز المركز الخامس، للعلم الحمامة مفترة يلا حاطة، وهذا كان في حساباتنا أول، لكن هاي النتيجة هو راضي بها الحمد لله، نتيجة مميزة. قدر أن يحرز المركز الخامس على 3150 طير، وعلى عدد متسابقين مذهل 310 متسابق. هذا اللي أحرز المركز الخامس هو ابن الفحل اللي بدون رابط، هو ابن 025 على بنت 750. 025 ابن الألمانية. فأنا أحب أقول الأخوية مهند وللأخوة اللي يشاهدون أنه الحمامة اللي ماتت عندي وبقت رابطتها للذكرى وبقوا أبنائها عندي أحتفظ بهم، ودزيت أبنائها وأحفادها راح يشاركون في كل الأندية العراقية في كل المحافظات، هي مشروع نجاح انطلاق لإنتاج أفضل الحمام المميز. فأنا بفضل الله قدرت أن أنتج طيور مميزة في فن التركيب، وأن أنجح حمام البطل الألماني أوليفر أوشنبيرغ،
والحمد لله وشكر، هذا إنجاز يعتبر لأخوكم أبو مهدي، إنجاز عراقي، أنه استطاع العراقي، هذا البطل العراقي أو المنتج العراقي، أن ينتج طيور ويرسلها بشرف وأمانة للأندية العراقية وللمتسابقين، أو أن يطلع من هاي الطيور خيرة الأبطال. فألف مبروك الحقيقة للي طلعوا النتائج من هاي الحمامة المميزة. ماين فرونت، السلام عليكم أبو مهدي. Hallo, Abu Mehdi hat von mir die 339 bekommen, ein blaues Weibchen aus der Zelle hier mit dem 429. Die Taube hat sehr, sehr gut nachgezüchtet. Bei meinem Vater hat ein Vogel sehr, sehr gut geflogen und auch auf Derbyflüge. Die Taube ist sehr eng gezogen, man kann sehr gut einkreuzen mit anderen Linien. Okay. Ja? Okay. يقول Abu Mehdi hat من عندي طيرة رقمها 339 كان هذا مكانه. هذا مكانها، هاي الطيرة ابنها بالنقطة المشتركة من السابق سباق كلش قوي من الخطوط الدرجة الأولى، طالع من أحسن الطيور بالنقطة المشتركة، وبناتها عند أبو يسابقن خط أول، وهو هم كان عنده من ابن من من بناتها يسابقن، بس هو يبيع ما يخلي، وهاي بيهن هذن الطيور بيهن من أحفادها، هذني بيهن اثنين. Das ist Verwandtschaft von 339. شوف هذا طير بيها من 339 في حال من السابق 2013، لو مو خوش طير ما يخلي. فالطيرة اللي عنده أبو مهدي من خيرة الطيور، بالخير عليك أبو مهدي. شكرا. أوكي. من هذا أبو أليفا. هذا أبو. هذا أنا ماخذ طيرة من عنده. ماخذ طيرة من عنده. من ابنه اوليفر، ماخذ طيره من ابنه، هي مالته امها غالبه، هذا النادي اللي هو اقوى نادي بالمقاطعه، غالبه الطيور في 7 دقائق، هسه بتها عند ابو مهدي الطيره، عند ابو مهدي اخذها، هذا هو صاحب الطيره، هذا ابو اوليفر، هذا يسابق هنا واوليفر يسابق بنويس، اليوم تسليم. شاب قزاك فاتر اوليفر ازو يا هات اين توبه ان دوزلدورف ليكت زيبن منوتن يا زيبن منوتن فوشبورغ يا زيبن منوتن فوشبورغ فون غانز دوزلدورف يا زاينه فون يانس دوزلدورف يا ان ديم ووكنيندي دي شنيلستي توبه اوس دويتشلاند شنيل دي شنيلست ان ديم ووكنيندي اوس يانس دويتشلاند على كل المانيا اسرع طياره طالعه ganz Deutschland. Über 40.000 Tauben an dem Samstag. Ja. Ja. Sehen wir eine? Kurz? Nein, nein, hat genug Platz. Oh, hatte Tiere. Und Onkel, die Weibchen in Irak. Ich habe geschickt eine Weibchen in Irak. Ja. Die Onkel. Oder Tochter. Direkt Tochter? Das war eine Tochter vom Schalli. Ja. Das war eine Tochter von dem alten Schalli. Ja, ja. Wo der Oliver auch noch Nachzug von hat. Nachzug. Und ich habe noch ein Weibchen zu Hause und eine Tochter. Und die Weibchen 2006, ja, oder 9? Bei mir das? Ja. Was zu früh geflogen hat? Ja, 2006. Nee, von 13. 13. Das Weibchen war von 13. من هذا هذا الطيره العده عند ابو مهدي اخوان امها غالبه هذا النادي وغالبه كل المانيا تقريبا 7 دقائق يقول اسرع طيره اختاروها على المانيا زين هذا شوفوا هذا بطل احد ابطال هذا النادي السلام عليكم عين ابو مهدي هاي الطيره مالتك شوف طيره طويرنيه اوكي اوليفر مخص لازم بالتش نمبر Das ist die 239. 239, 239. 2013. Das ist 339. Das ist Tochter. 339, nicht 200. 339. Genau. Das ist die letzte. 339. Ja, 339. Hier, Oma. فايزة بالنقطة المشتركة الدربي مع ألمانيا ماخذة كاس و 8000 يورو وجدتها فايزة هم على المقاطعة بألمانيا درجة أولى ولحد الآن بزرين وبناتن درجة أولى وأبو مهدي بجهوده حصلها من المربي أوليفر أيشنبيرغ طبعا أحد أبطال ألمانيا بمنطقته وبالمقاطعة يعتبر واخذها ما شاء الله عليه تقريبا توصل له ب 25 ورقه 24 ورقه زين يعني هاي الطيره طويرنيه وان شاء الله الله يوفقه بيها
ورنية 2013 طبعا، وبس هي عده. بس ابو مهدي ما اعرف شلون عرف عنده هاي الطيره وراسله واخذها مني، وسطني حكيت وياه وجبت هالطيره له.